سيرجي روبرتو، ميسي، بوسكيتس. يحتسب الحكم ركلة حرة. بيكي، مارسيلو، كازيميرو، كروس. تغيير جميل للعب. بوسكيتس، ليونيل ميسي، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. بوسكيتس، يلعب كرة على اليسار. كريم بنزيما، مودريتش يحاول تمرير الكرة، فتح المساحة على الجناح. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. لوكا مودريتش، إيسكو، كريم بنزيما. كروس ينقل الكرة للجانب الآخر. إيسكو، يسدد بنزيما. راكيتيتش، ميسي، أنتوني غريزمان، سيرجي روبرتو، ميسي، هازارد. يمر يلعب كرة بينية، ينجح في لعب كرة عرضية. تمريرة لم تكن دقيقة، بدون خطورة تذكر. لينجليت، جوردي ألبا، راكيتيتش. كرة طولية إلى الأمام. فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير. جوردي ألبا، بوسكيتس، مدريد نجح في تسجيل هدف مبكر. النتيجة 1-0. كرة إلى الأمام. توني كروس يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كريم بنزيما، الكرة داخل الشباك. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. فاتت ومرت، وصلت إليه. مودريتش يبحث عن المهاجم. استقبال جميل من جانبي كريم بنزيما. الله على هذا الأداء، هدف آخر تألق كبير. يوم كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روح عالية، أي قتالية.
هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. قام بعمل رائع السيطرة على الكرة بهذه الطريقة. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. لينجليت، مدريد يضرب بقوة في هذه اللحظات، ينجح في تسجيل هدفين بشكل سريع. غريزمان، إيفان راكيتيتش، ميسي، كرة بالعرض، يبعد الكرة بعيدة عن المرمى، رمية جانبية. إذن إيسكو، هازارد يلعب كرة بينية، يلعبها داخل ال 18. مارسيلو يعود بالكرة إلى الوراء لبناء اللعب من جديد. كروس، إيدن هازارد، يسيطر على الكرة. كريم بنزيما، الكرة في الشباك، هدف. أوه. يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم. ما هذا الأداء، ما هذه الكرة، ما هذه المتعة يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها. هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم، لا يمكن إيقافهم. نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. غريزمان، كازيميرو يتعرض لالتحام قوي. إيسكو، هازارد، كريم بنزيما، كريم بنزيما. يلعبون ركنية قصيرة، فرصة كبيرة مع تنفيذ هذه الركنية. ركنية قصيرة، يلعب عرضية داخل 18. ميسي يمرر كرة قوية،
مارسيلو، رافائيل فاران يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. بوسكيتس، بوسكيتس يلعبها على اليمين. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. ميسي. كريم بنزيما لمسة على اليسار. يستعيد الكرة سريعا. يحاول أن يلعب كرة كريم بنزيما. ينقذها حارس المرمى. الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء. خلص الكرة. كرة خطيرة أمام. يسدد بنزيما. راكيتيتش يتدخل يبعد الكرة. كروس. كازيميرو. سيرخيو راموس. ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. كازيميرو. بينية تمر. يقطع الكرة. يبعدونها. كرة اجتازت الخط تحولت إلى رمية تماس. إيسكو. كريم بنزيما، كريم بنزيما ينقذها ببراعة كبيرة. يبعدها بقبضة يد. كازيميرو. كازيميرو. الكرة اللي كانت في منتهى القوة. الله على اللعبة، جميلة جدا، مجهود غير عادي. رافائيل فاران. سيرخيو راموس. مارسيلو. تغيير جميل للعب. مودريتش. كروس. مارسيلو. إيسكو. مرت الكرة. كثير من التمريرات لكن بدون فاعلية تذكر. سيطرة يمكن اعتبارها سلبية. سيرجي روبرتو. بوسكيتس. بينية إلى سواريز. كرة مقطوعة بامتياز. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ ينقل الكرة للجانب الآخر.
جوردي ألبا، راكيتيتش، يلعب كرة بينية، تحكم مذهل بالكرة، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. كرة طولية من الحارس اليوم.